مزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية، معي الآن من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. دعني أبدأ من أرقام التضخم، هل برأيك تغير أي من توقعات السوق بشأن اتجاهات أسعار الفائدة، أم ما زالت الأرجحية برأيكم أنه الفيدرالي لن يغير أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر وممكن أن نرى تغيير في اجتماع نوفمبر أو حتى ديسمبر؟ ما رأيك؟ تماما نتفق مع هذا التوجه. حقيقة أن البيانات اللي صدرت اليوم وإن كانت هي أعلى من المتوقع وقدومها عند 3.7% هي بلا شك تعني أنه في شهرين متتاليين عندنا تراجعات بالتضخم، والتضخم هو فوق أو مباشرة على المستهلكين يرتفع إلى 3.7%، المرة الماضية كان عند 3.2%. إجمالا هذه هي إشارات ضمنية على أنه هناك ضغوط تضخمية، ولكن الضغوط التضخمية متأتية من أسعار الوقود إجمالا الذي يعني هو السبب الرئيسي بالارتفاع حقيقة. ومن هنا ممكن أنه نتوقع أنه يكون في عنا انخفاض هذه الضغوط التضخمية مع استقرار أسعار الفائدة دون الحاجة لتدخل الفيدرالي بشكل مباشر. ولكن إذا بدنا يعني نديم نتحدث عن حاجة الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يكون هناك إجراء أسرع وطريق أسرع لإيصال التضخم نحو المستهدفات دون أن يكون هناك إخلال أو ضغط كبير على الاقتصاد، أعتقد هناك أريحية كبيرة من معطيات الاقتصاد الجزئي في الولايات المتحدة الأمريكية لرفعة جديدة ب 25 نقطة أساس تساعد في تسريع الوصول إلى المستهدف التضخم عند 2% وتحقيق هذا الاستقرار ربما مع منتصف الربع القادم أو الربع الأول من العام القادم. أعتقد هذا ممكن أن يسهل عملية الفيدرالي في السيطرة على التضخم دون أن يكون هناك ارتفاع شديد دون الأثر السلبي على النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو على نمو الاقتصاد بشكل عام. حتى الآن الإشارات السلبية التي تأتي من الاقتصاد الأمريكي هي ضمن السيطرة عند مستويات أسعار الفائدة الحالية، ولكن التضخم لم يصل بعد إلى المستهدفات، وعلى الرغم من المشوار الطويل من تجديد السياسة النقدية المتبع من الفيدرالي، بالتالي خطوة إضافية مطلوبة في الفترة القادمة ربما في اجتماع نوفمبر سوف تكون الاحتمالية أكبر، خصوصا إذا ما كان هناك دلالات واضحة من التضخم والبيانات التضخم إجمالا. رائد، دعني أنتقل إلى البنك المركزي الأوروبي. اجتماع هذا الأسبوع في انقسام حول الخطوة المقبلة من قبل البنك المركزي، ولو أنه الأكثرية بيتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ما رأيك؟ هل ممكن أن نرى أي مفاجأة؟ حقيقة لا، نحن نتحدث عن أنه الاقتصاد الأوروبي هو مقبل على إبقاء في أسعار الفائدة وفق التوقعات دون أي تغيير، ولكن الموضوع يتكرر بشكل مرة ثانية. نحن عم نتحدث عن الأسبوع الماضي تحدثنا عن ارتفاع في مستويات التضخم في ألمانيا إلى 6.1%، مستويات النمو في المنطقة الأوروبية عند 0.1%. أعتقد الاقتصاد الأوروبي بحاجة إلى تدخل سريع دون أن قبل أن يكون هناك انضغاط كبير في مستويات التضخم بالاتجاه الصاعد وخروجه عن السيطرة، يحتاج إلى تشديد أكبر في السياسة النقدية، وربما وصول أسعار الفائدة إلى 4.75 ممكن أن يساعد حقيقة الاقتصاد الأوروبي قبل أن يكون هناك خروج لأزمة التضخم، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط اللي احنا عم نشهد برنت عند 92 دولار للبرميل، وهناك آفاق لمزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة خصوصا مع تحسن آفاق الطلب المستقبلية وضغط المعروض واستمرار الاقتطاعات الطوعية. إذن نتحدث إلى أنه الضغوط التضخمية على القارة الأوروبية ستستمر وعلى المنطقة الأوروبية ستستمر، وهنا يجب أن يكون هناك تدخل أكثر حزم من المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالتزام بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بعض الشيء، وإن كان ذلك على حساب يعني النمو الاقتصادي. خلينا نقول النمو الاقتصادي هو تحت الضغط في عديد من الدول الأوروبية تشهد حقيقة حالة ركود أو كساد
بطريقة أو بأخرى، بالتالي يحتاج المركز الأوروبي لتبني رفعات أكثر في أسعار الفائدة، وربما نشهد رفعات ذات وتيرة أعلى من تلك المتوقعة من المركزي الأمريكي. ممكن نشهد 50 نقطة أساس في الاجتماع، ليس الاجتماع الحالي، لا أتوقع أن يكون في تدخل، ولكن الاجتماع القادم قبل نهاية تعاملات هذا العام. بالتالي قوة، يعني دعني أعود إلى الدولار اللي هو كان أداؤه أفضل من اليورو ومن العملات الأخرى مؤخرا. في البعض بيعتبر أن قوة الدولار مستمرة لهذا العام، قد نرى عودة للتراجع في العام المقبل خاصة مع ترقب ربما خفض لأسعار الفائدة في الربع الثاني من العام المقبل. بدي رأيك بهذا الموضوع رائد. يعني الدولار الأمريكي من الواضح جدا أنه متماسك بشكل كبير جدا كمؤشر، نحن عم نشوفه فوق 104 مستقر بشكل كتير كبير، يوجد عليه دعم وضغط كبير بالاتجاه الصاعد، متأتي من أنه استمرار النهج التشددي فيما يتعلق بالسياسات النقدية، ويعني عدم وجود أفق لانتهاء هذا الأمر، خصوصا مع استمرار ارتفاع مستويات التضخم. السوق عم بيسعر مسبقا أنه إجراءات مزيد من الإجراءات التشددية المطلوبة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، وهذا يعطي زخم أكثر للدولار الأمريكي. نرى الدولار الأمريكي أداؤه هو الأقوى، بنشوف مخططات السعرية لليورو دولار أمريكي، للباوند دولار أمريكي، لمعظم الأزواج أمام الدولار الأمريكي سيطرة واضحة للدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا العام، وعلى وجه التحديد النصف الثاني من هذا العام حتى الآن يعتبر يعني قوي جدا أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى. ممكن على أثر ذلك قد نشهد مستويات يورو دولار أمريكي تحت ضغط أكبر ما لم يكن هناك تدخل من المركز الأوروبي. فنيا نحن بنقول مستويات 0.56 هي التي تحول ممكن فنيا دون مزيد من الهبوط على زوج اليورو دولار أمريكي، ولكن إذا كان هناك أي تدخلات من المركز الأوروبي ممكن أنه يرتد من هذه المستويات. عدا عن ذلك الضغط المنخفض على هذا الزوج مستمر، كذلك الحال بالنسبة للمملكة المتحدة واقتصادها الذي يخضع لضغط التضخم بشكل كبير جدا. الباوند ضعيف أمام الدولار. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.